سبوتشتي وسعيد. سعيد سبوتشتي و قلت لك سبوتشتي و إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من شوارع الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا معنا هطول أمطار الخير، أرض مبللة، الله يجعله صبيبا نافعا إن شاء الله. أكيد كلكم توصلتوا بالبلاغ أو استمعتوا للبلاغ الرسمي لوزارة الصحة كالعادة، واللي جوج المرات في اليوم وزارة الصحة كتخرج بلاغات، مرة على الساعة 10 صباحا ومرة أخرى على الساعة 6 اللي كتعلن فيه بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد. الله ينجينا وينجيكم. بحيث تسجل اليوم 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة 6 من يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد إجمالي إلى 3209 حالة، وحالة الشفاء 393 حالة الحمد لله، وعدد الوفيات للأسف 145 حالة. كنتمنى أنكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. شكرا للتفاعل ديالكم، شكرا للتتبع ديالكم. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا معافين في الجسد ديالكم وفي الصحه ديالكم، وهنا كنقدروا نستقبلوا جميع المشاكل اللي عندكم. وكيف ما كتعرفوا بان قناه شوف تيفي هي قناه الشعب، كنستقبلوا مكالماتكم 24 ساعه على 24 ساعه، 7 ايام على 7 ايام. اي مشكل عندكم احنا مستعدين اننا نسمعوا ليه ونحاولوا اننا نحلوه ونوصلوه ايضا للمسؤولين. اكيد الناس ديال الدار البيضاء غاديين يعرفوا المناطق اللي كنمروا منها الان. حسن العربي الحمد لله مراكش اليوم صفر حاله، الحمد لله. اكيد كنفرحوا ملي كنسمعوا صفر حاله في اي مدينه، واللي كنتمنوا ان شاء الله في القريب العاجل غنبداو نسمعوا صفر حاله في جميع ربوع المملكه. نسال الله ان يرفع عنا هذا البلاء وتعود الحياه للطبيعه ديالها. اكيد اكيد هذا الشيء اللي كنتمنوا من عند الله سبحانه وتعالى ان يرفع لنا. مرحبا مرحبا خويا يسأل. نعم كانت شويه صبات الشتا، نتوما كتشوفوا الارض مبلله. مرحبا بالناس ديال وجده، مرحبا بجميع المغاربه لا القاطنين داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. شارع محمد السادس، نعم اكيد هادشي اللي قلت الناس ديال الدار البيضاء اكيد غاديين يعرفوا، حتى الناس اللي ماشي في مدينه الدار البيضاء اكيد اللي كيجيو دائما هنا غيكونوا كيعرفوا هاد الشارع. القيصريه ديال الحفاري، شكون هاد المغربي اللي ما عمرو جا لهنا؟ اللهم امين، رحم الله جميع الموتى.
كراج علال. اذا مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما كتشوفوا هذا من احد الشوارع الرئيسية الحيوية في مدينة هنا. في الايامات العادية ما يمكنش لك تدوز بسهولة، ما يمكنش تلقى تاكسي عندك سيارة ديالك انك تدوز، لان القيصرية وكتكون الدنيا عامرة، وخصوصا يوم الاربعاء ويوم السبت كيكون السوق ديال الشمال كما كنقولوا. ولكن ها انتم كتشوفوا في هذه الاجواء هذه في زمن كورونا، الناس كلها ملتزمة ومنضبطة ومحترمة الحجر الصحي. فتحية كبيرة للمواطنين المغاربة المنضبطين والملتزمين بالحجر الصحي. هي شوفوا بغينا ولا كرهنا كاين انضباط وكاين التزام، وكاين الناس داخله لديورها واحد 99% الناس داخله لديورها، لان الدار البيضاء وحتى الاحياء الشعبيه ملي كدير فيهم واحد الجوله كتلقى واحد القله قليله اللي كتلقاها خارج الشارع، يعني واحد الناس قلال، واحد النسبه قليله. طبيعه الحال تحيه للاطباء وتحيه لجميع الاطقم الطبيه، تحية للصيادلة وتحية لرجال الأمن وتحية للقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي وجميع السلطات الأمنية ولأي واحد في الصفوف الأولى كيقدم روحه فداء لهذا الوطن، وأيضا من أجل سلامة وصحة المواطنين. رمضان مبارك سعيد على جميع المغاربة وعلى جميع الأمة الإسلامية، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة والعافية. أكيد هذا رمضان غيكون واحد رمضان استثنائي، رمضان بدون صلاة تراويح، رمضان بدون صلة الرحم، رمضان بدون فطور مع الأحباب مع الأصحاب مع العائلات، ولكن هذا كله أكيد في الصالح ديالنا. وإن شاء الله كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ما يجي فين يسالي رمضان ويسالي هذا الشهر ديال الحجر اللي زادونا، حتى تكون الامور رجعت للطبيعه ديالها وتولي تسجل عندنا زيرو حاله. ما هي إلا سحابة عابرة وكل شيء الأمور غدا ترجع للطبيعة ديالها. بالنسبة للناس العالقين في البلدان الأخرى أكيد إن شاء الله غادي تكون شي حلول، دابا تفرج ان شاء الله وغترجعوا لبلادكم. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انكم ما تتاذوش، في القريب العاجل غادي ندخلوا البلاد ديالكم وغادي تفرحوا مع احبابكم وغادي تلم الشمل ان شاء الله. منطقه الهروين اكيد كنمشيو ليها دائما مرارا وتكرارا، كنديروا فيها جولات. طبيعة الحال المغرب زوين والحمد لله، المغرب بلد جميل، وخصوصا في هاد الوباء وهاد الجائحة أبان على أنه دولة عظيمة.
دولة عظيمة، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي دار إجراءات استباقية الحمد لله ما فرطش في الشعب ديالو، فضل الصحة ديال المواطن المغربي على الاقتصاد، سد الحدود على جميع البلدان، وفر المساعدات للناس المحتاجة، طبيب، وفر اي حاجه ممكن انه يحتاجها المواطن المغربي في هذه الحزه. وفعلا اكيد غنخرجوا من هذه المحنه، غنخرجوا منها اقوياء. اكيد مغرب ما بعد كورونا ما غيكونش هو مغرب ما قبل كورونا. هاد كورونا كيف ما عندها سلبيات اكيد عندها ايجابيات. ان شاء الله عما قريب عما قريب ستفرج وغيتفتحوا الحدود وغترجع المياه لمجاريها وغترجع الحياة للطبيعة ديالها، وغنستقبلوا اخواننا للعالقين خارج ارض الوطن. كل شيء اكيد اكيد كل شيء ان شاء الله غادي يتقاد وغترجع الحياة للطبيعة ديالها. اذا مشاهدي قناة شوف تي في، كنتوا معنا على المباشر من شوارع مدينة الدار البيضاء. شكرا لكم، شكرا لتتبعكم، وشكرا على التفاعل ديالكم، وشكرا على الكلمات ديالكم الطيبة اللي بصراحة كتحفزنا وكتعطينا واحد الطاقة إيجابية. إلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.